سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، مشروع تحدي الأمية بهدف محو أمية 30 مليون طفل وشاب عربي في الوطن العربي. والمشروع هدفه إنساني على نطاق الوطن العربي بهدف النهضة العربية الشاملة إن شاء الله. السنة تم تكريم الجهود المبذولة في على نطاق عالمي وعربي، لدينا ثلاث مكرمين من فئات الحكومات وفازت بها أو حظت بالتكريم جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة التربية والتعليم، وكذلك كان لدينا المنظمات اللي أسهمت بشكل فعال ودور كبير في الحد من هذه الظاهرة اللي هي الأمية، كانت منظمة اليونسكو للدور الكبير الذي تقوم به، وكذلك لدينا فئة الأفراد فازت بها الدكتورة شفاء مدير كرسي اليونسكو الأسسكو في جامعة الخرطوم. كان الحمد لله لدينا أيضا على هامش قمة المعرفة هذه السنة ملتقى خبراء تحدي الأمية لبحث سبل آليات تطوير المشروع والحصول على خطة استراتيجية طويلة الأمد بإذن الله للحصول على أبرز أهم النتائج وأفضلها إن شاء الله لتحدي الأمية. عينك على العالم.